بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي المتابعين. طبعا أحد المتابعين صراحة يسأل ما هي القطع التي يجب استبدالها عند صيانة مضخة الماء. زين، طبعا من القطع المهمة التي يجب أن تستبدلها صراحة، ولكن يجب أن تأخذ نفس القياس، يعني تروح المحل وتأخذ نفس القياس، البيرنجات، هذه البيرنج الخلفي، هذا الأمامي، البيرنج الأمامي والبيرنج الخلفي. طبعا هذا النوع حديد، لا تأخذ حديد، خذ النوع الربل، هذا النوع الربل، يجي ربل، هذا يسمونه ووتر بيرنج. زين، النوع الربل يعني هذا يتحمل الماء، إذا دخل فيه ما يتحمل وما يصدي، عكس هذه ممكن يصدي معاك ويجيم بعد فترة. زين، هذا واحد، يعني لازم أن تأخذ نفس القياس، لأنه ممكن الاثنين يكونون نفس القياس او ممكن الاثنين يختلفون، فانت ونوع المضخة اللي تعملها صيانة. اوكي، فانتبهوا لحجم البيرنج وايضا نوع البيرنج. الشيء الثاني المهم ايضا، هذا يسمونه ميكانيكال سيل، ووتر ميكانيكال سيل، هذا يستبدل ايضا. وخذ طبعا النوع الاصلي، اذا فيه، اذا ما فيه خذ النوع التجاري، ولكن النوع التجاري تأكد انه يعني نوع جيد، ليس حديد، زين، ممكن يكون نوع ستيل او ستاين ستيل، او مثلا ما ادري صراحة يسمونه ستيل 206 ولا 30، يعني الارقام. زين، فتأكد، يعني حاول انك تجيب مغناطيس تشوف هل هذا راح يلصق او لا. زين، وخذ نفس الحجم ونفس القياس. اوكي، القطعة ايضا الثالثة اللي راح تستبدل اللي هي الربلة، هذه الربلة تجي حول القطعة هني، وهذه من المهم انك تستبدلها، لانها راح يتغير شكلها اثناء الشد. زين، ومنها يجب ان تستبدلها، ثلاث قطع: الربلة، الميكانيكال سيل، هذا الووتر، وايضا البيرنجات. ارجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.